بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة وسلام على ربي خمر من هذا نورتن بون بثبق تعين كشك نمل نعمة إحسان ما رادا عيد كشر إن شاء الله. الإحسان هو ركن واحد. إحسان بر ركن واحد. لكن هذا تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أحسنًا يقرد يعني إثلي أوعدت لري يعني الله دن أميدت مكبلك والله تعالى قرب الدنيا أوعدت مكبلك الله تعالى بل خافت لر محسوس دنا كملر بي خمر لر والله تعالى إيل تلرنا. نعم، فإن لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن نخرج عن مرتبة الثانية عبادة الخوف والهرب وتسمى عبادة المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. برنجسي نعم في خمرلرن أو عدد الشياريان قرب درونيان بلب درونيان أو عدد مقلق أو أول درجة بالمثل كنج درجة نعم الله تعالى مذ قرب درونيان الله تعالى مذ نعم نظرنا أثناء غمضة قرقب وأميدة وشانه هميشة يعطلاب دور مقلوم الله تعالى قرب دور نقلنا قرقب وعدد مقلق. نعم، الدليل على الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. شو الآية الكتشن نعم الصام ركنه إيمان الألت ركنه يا بول مثلا إحسان آية الكتشن شو الآية اللي نعم مثلا دلالتي دليل نعم جبرائيل عليه السلام حديثنا جبرائيل عليه السلام حديث دليل يعني حديث آية الكتشن ذات لشلون همتي والله أعلم.